السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في مطبخ بيت العز، معاكم محمد. إن شاء الله النهاردة هنعمل فراخ الكنتاكي. نبدأ بسم الله، نقول المقادير على طول. معايا فرخة ومقطعاها 8 قطع، ومعايا البهارات اللي هتتبل بيها. معايا توم باودر وبصل باودر وفلفل أسمر وزعتر وملح وروزماري وبيضة وبابريكا وكيسين شوربة ماجي فوري، ومعانا برضو نص كيلو لبن وكوباية خل، ونفس المقادير دي من غير الزعتر والملح والروزماري. هنحطهم على الكفر بتاع الفراخ لما نيجي نحمر، وهقول لكم بقية الإضافات بعدين. أول حاجة هنحط الإضافات اللي هنبيت فيها الفراخ. الفراخ طبعا أنا جبتها ونضفتها كويس، هبدأ أقطعها بالشكل ده، تنغزوها كده وتيجي، وخلي السكينة تلمس العظم بالشكل ده، شايف بتلمس العظم. أنا حاسة بالعظم وأنا إيديا داخلة بالشكل ده. كله بيتعمل بالطريقة دي كده بحيث إن كل المكونات تشرب منها بالشكل ده. خلصنا الكمية، هبدأ انزل عليها بمج الخل ونص كيلو اللبن. لو عندك مستردة حطي لها مستردة، بتخلي طعمها جميل جدا. ما عندكيش كملي وحطي بيضاية. والاضافات دي كلها نحطها، الشكل ده كده. اقلب الاضافات كويس، حطيت كل الاضافات دي، بالشكل ده. هبدأ اغطيها استريتش كده عشان ما تعملش ريحة في التلاجة. ونشوف المقادير التانية. توم باودر وبصل باودر وفلفل وبابريكا وبرضو شوربة ماجي فورية. دول اللي هنعمل بهم الكفر ساعة القلية. وكوبايتين دقيق، ادي اول كوباية، كلهم نفس المقاس، واعرفوا المقادير كويس. كل كوبايتين دقيق بنفس الحجم، عليهم كوباية دقيق ذرة، عليهم نص كوباية نشا. عليهم الاضافات دي، عليهم شوربة الماجي الفورية. كده احنا خلصنا اهم حاجة عندنا. كده المكونات جاهزة، يدوبك بكرة على القلية ان شاء الله. الافضل ان التتبيلة تقعد على الاقل 12 ساعة. عملتيها اكتر من كده تبقى جميل جدا، عملتها اقل من كده مش هتبقى لها طعم، مش هتشرب من التتبيلة. كده خلصنا، وان شاء الله نكمل بكرة. ورجعنا تاني يا حبايبي، كده الفراخ اتبلت، قعدت اكتر من 12 ساعة في التتبيلة. ودي الكفر اللي احنا هنحطه، او الغطاء اللي هنحط بيه الفراخ. نبدأ بقى نغطيها بالكفر ونقلي مع بعض. بتاخدي حتة حتة كده بالشكل ده وتحطيها في الكفر كده، توصلي كل حتة وكل ركن فيها بالشكل ده كده.
انا بخلي الصدور بتتقلي لوحدها والوراك بتتقلي لوحدها، لان دي بتبقى ليها سوا معين ودي ليها سوا معين. الصدور بتاخد وقت عشان بيبقى فيها لحم كتير، فما تقليش الوراك مع الصدور. هتحط الصدور حط الصدور كله، هتحط وراك حط وراك كله. بيحتاج كمية زيت كتير، شوفوا بتنين اقلب فيها مدة طويلة. عايزة الدقيق والمكونات اللي فيه تمسك فيه كويس. شايفين شكلها يبقى عامل ازاي؟ نفس الخشونه اللي بتبقى موجوده في كنتيك، او اللي هتبقى بقى القرمشه جميله جدا في قلب الفراخ. هحط ثلاث حتت ثلاث حتت، مش هكتر. وكل الكميه نعمل كده ونحط على النار على طول. انا هعمل ثلاث قطع ثلاث قطع وبرجع تاني اعملها بالدقيق. نبدا بقى نقلي. الزيت سخن جدا، هبدا انزل نفضها كويس. بسم الله. اهم حاجه بقى في الموضوع ده اوطي النار واخلي الغطا موارب عليها كده واسيبها تستوي براحتها، لان لو عليت النار هتستوي وتتحمر وتدي الشكل الجميل ومن جوه تلاقيها نيه. تستوي وهرجع لكم تاني. دلوقتي الفراخ اهي اتحمرت واستوت براحتها جدا. وده كان الشكل النهائي للفراخ. عملت معاها رز ريزو وعملت معاها سلطه كولسلو. لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير. كانت معاكم محمد من مطبخ بيت العز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.